من الاخر. المقادير معايا سهلة قوي وبسيطة جدا، وكمان البسبوسة سهلة قوي. هنعملها على النار من فوق بطريقة بسيطة جدا، بطريقة سهلة قوي. اول حاجة معايا هنعملها السيرب بتاعها او الشربات بتاعها. حاطة هنا كوباية سكر بالشكل دوت كده، وهحط عليها كوباية مية. هحطها على النار، واول ما تغلي اول غلوة واحدة بس هنزل عليها بنص ليمونة. تمام كده، دي اول حاجة. تعالي معايا بقى اقولك على المقادير بتاعت البسبوسة. بجد البسبوسة النهاردة ديت خيال، حتى لو انت ما بتعرفيش تعملي البسبوسة بجد دي هتطلع منك حكاية، وكل اللي هيدوقها عندك هيقولك انت عاملاها ازاي، وكمان تنفع من وصفات رمضان ان شاء الله. اول حاجة معايا كوبايتين دقيق بسبوسة، اللي هو دي سومولينا او السميد بتاع البسبوسة، كوبايتين بنفس الحجم الكوباية ديت اللي هو المج العادي خالص. معايا معلقة كبيرة بيكنج باودر، ومعايا كمان 3 معالق قشطة لبن او كريمة لباني. عندك دوت، عندك مش عندك خلاص ممكن تستخدمي القشطة بتاعت وش اللبن، او لو انت عندك قشطة تحطيها عادي. معايا كمان ايه، معايا 3 معالق سمنة نفس حجم الثلاث معالق بتوع القشطة، كوباية سكر كبيرة، كوباية مية بس كده. كوباية المية وكوباية السكر هي هي الكوباية اللي انا عايرت بيها كوبايتين دي سميد. تعالي معايا على النار ونشوف هننفذ كل المقادير دي ازاي. بصي دلوقتي اول حاجة على النار، حطيت بقى حلة او صينية او طاسة او اي حاجة عندك، بس اهم حاجة ما يكونش فيها مية، يعني تكون المية نشفت منها خالص. هنزل بكوباية السكر، وبعد كده هحط حوالي ربع كوباية المية. بصي بالظبط كده، كده ربع كوباية المية، وهسيب بقى كل دوت كده يتكرمل مع بعضه. طبعا انا مهدية النار خالص علشان خاطر السكر بتاعي لما يتكرمل ما يتحرقش. بصي دلوقتي في المرحله دي كده السكر بتاعي الكارمل زي ما انت شايفه كده، بس ما تحرقش. اهم حاجه ان السكر ما يتحرقش منك، تبقي مهديه النار او معلياها وواقفه قدامها وايديكي فيها على طول. بس نصيحه مني، هدي النار عشان يبقى حلو معاكي. هنزل بعد كده بالثلاث معالق سمنه. مش هينفع تحطي زيت، لان الزيت هينشف البسبوسه جامد جدا، واحنا من نجاح البسبوسه اللي هي تبقى طريه بالشكل دوت كده. انا حطيت السمنه، كمان هنزل بقى بالثلاث معالق قشطه بالشكل دوت كده. طبعا زي ما انا قلت لك، حبه كريمه لباني حطي، مش عندك كريمه لباني حطي القشطه بتاعت وش اللبن، مفيش اي مشاكل خالص. بصي دلوقتي بقى انا مستمريه بقى في التقليب كده زي ما انت شايفه، عشان برضو السكر ما يتحرقش منك بالشكل دوت. هنزل بقى ببقية كوباية المية. انا الاول حطيت الربع، وبعد كده حطيت بقية كوباية المية، يعني التلات ارباع بالشكل دوت كده. هسيبها بقى على النار لحد ما تغلي، وبعد ما تغلي هقولك انا هعمل ايه. بس هعلي النار بقى كده، ما فيش خوف خالص منها، علشان احنا حطينا خلاص المية والزبدة او السمنة والقشطة. بصي دلوقتي بقى دي معلقه البيكنج باودر، هحطها على كوبايتين الدقيق السوبيت، وبعد كده هقلبهم كويس جدا مع بعض، وهروح منزلاهم على الخليط اللي بيغلي معايا دوت. وبرده مستمريه في التقليب، بس حاولي توطي النار شويه. بصي بالشكل دوت كده، بصي دلوقتي مستمرية طبعا في التقليب بالشكل دوت. كل الخليط بقى تجلس كله مع بعضه. بصي بس برضو لسه مش هطفي دلوقتي، عشان خاطر لسه ما خلص، لسه ما خلصتش بالشكل دوت كده. لو حسيتي اللي هي خفيفة شوية ممكن تزودي الدقيق السميد، عشان خاطر ممكن النوع اللي انت بتستعمليه غير النوع اللي انا بستعمله. هو اي نعم كله سايب، بس برضو بتختلف زي الدقيق الابيض اللي احنا بنعمل بيه الكيكة. يعني ما تخافيش الوصفة مش هتبوظ منك ولا اي حاجة، بس
صراحة حبيت اقولك عشان نبقى عارفه بالشكل دوت كده. بصي خلاص دلوقتي كده هي ايه كله تخلط كده مع بعضه بالشكل دوت. هسيبها بس بالظبط 5 دقايق او مش هكمل 5 دقايق لحد بس ما ايه ما تغلي كلها مع بعضيها كده، واحس اللي هي بصي الفقاقيع اللي بتطلع دي تطلع منها كلها. بصي دلوقتي بقى بعد ما طلع شلتها من على النار، معايا بقى صينيه، الصينيه اللي هي بتاعه البسبوسه مقاس مثلا 25 26، ده هنتها يا دوب ربع معلقه سمنه بالشكل دوت كده. وهبدا انزل البسبوسه بتاعتي اللي احنا عملناها مع بعض في الصينيه بالشكل ده كده. هبدا بقى ان انا افردها في الصينيه كلها متساويه. طبعا هي استوت 3/4 سوا، هي يا دوب بس هتدخل الفرن هتاخد بس لون وتتحمص معايا كده وهتبقى معاكي زي الفل، احلى صينيه بسبوسه. خلاص دلوقتي بعد ما سويتها بقى بالسبتيولا هدخلها الفرن في الرف الوسطاني على درجه حراره متوسطه مش عاليه قوي. لو انت حابه بقى تحطي فول سوداني، حابه تحطي مكسرات عليها، ممكن في المرحله دي تحطي، هتطلع حلوه قوي. لو مش عندك دخليها كده الفرن هتطلع معاكي زي الفل. تعالي ندخلها الفرن ونشوفها لما تطلع ان شاء الله. بصي دلوقتي بقى بعد ما طلعت من الفرن بالشكل دوت كده، بصي قد ايه هي طريه جدا جدا، مش قادره اقول لك قد ايه طريه وريحتها حلوه قوي غير البسبوسه اللي احنا بنعملها العاديه. الشربات بقى بتاعها سخن وهي كمان سخنه، تنزلي بالشربات عليها وهي سخنه بالشكل دوت كده، ما ينفعش هي تبقى بارده والشربات بارد او العكس، مثلا ده حاجه سخنه وحاجه بارده، لا لازم هما الاثنين يكونوا سخنين بالشكل دوت كده. حتى لو الشربات برد منك سخنيه عادي مش هيحصل اي حاجه خالص. بصي بالشكل دوت كده هسيبها بقى تشرب الشربات ده كله واطلعها بقى واوريها لك في الطبق قد ايه هي حلوه جدا ومن جوه مستويه وطريه جدا. بصي بقى دلوقتي بعد ما البسبوسه بردت بجد مش قادره اقول لك البسبوسه ديت قد ايه حلوه قوي، لو قعدت اوصف من هنا لعمر ما يخلص مش هوصف لك زي جمال البسبوسه. لازم تجربيها بجد تحفه مش قادره اقول لك. بصي البسبوسه معايا اكني بجد جايباها من محل حلويات. بصي يعني عارفه مش مستحمله، يعني من كتر حلاوتها مش مستحمله. بصي بالشكل دوت اهي. تعالي بقى معايا بقى لو عندك حته قشطه بقى صغيره كده زي اللي انا هحطها دلوقتي، بجد هتفرق بقى معاكي في الطعم وهتدوقي احلى بسبوسه. بصي دي قشطه اهي، تعالي بقى نحط عليها حته قشطه كده. واو بقى حكايه حكايه مش قادره اقولك قد ايه الطعم حلو قوي. على فكره انا دقتها من قبل الفيديو بس هدوقها معاكي تاني. بسم الله. بجد مش قادره اوصف لك قد ايه حلوه قوي قوي قوي، مش هين عليا اقفل الفيديو والله. يلا بقى قومي بقى تشجعي كده لو عندك المكونات بتاعتها ديت تنفذيها على طول، لو مش عندك انزلي هاتيها واعمليها، بجد ضيوفك هينبهروا بيها قوي قوي قوي. بس كده دي كانت الوصفه بتاعتنا النهارده، يا رب تعجبك. لو عجبك الفيديو بقى بتاعي ما تنسيش تدوسيلي لايك. لو انت اول مره تشرفيني ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات بتاعتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.